وبعد ما خلصنا وخدنا وحصلنا على اول ريليك او اثر في عالم توشي بتاع الاسبيريتس بتاع الارواح، نستعرف مع بعض مسيره كينا بريدج اوف سبيريتس. معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان من قناه فرجني، ونشوف اللي هيحصل. طبعا يعني المفروض ده التلت الاخير من اللعبه، ومفروض انا اجمع 2 ريليكس وبعد كده يبقى في فاينل بوس فايت بقى كبير. الله اعلم، ما اعرفش اللعبه مخبيه لنا ايه. خلينا نشوف، ودي اللي هتكشفه، السر اللي هتكشفه في الفيديوهات اللي جايه. ولكن لو انت اول مره تشوف فيديو بتاعي حط دعمني، ممكن تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، وما تقصروش في اللايكات يا شباب عشان الفيديو ينتشر. وبشكر من كل قلب الشباب الداعمه اللي بتدعمني طول الوقت، وربنا يخليكم ليا يا رب، واكون دايما حاسس انكم. وهي بقى نستأنف ونخلص هذا المديتيشن ونلعب. بص، هتتعمل كانت بالليل وبعد كده فجأة بقت الصبح. بصوا يا جماعة الفيو، عالم ديزني، شجر الأورنج اللي هناك ده، يعني فيو بصراحة روعة يعني. طبعا ايه، ممكن نموت بسرعة، كان جرب نموت. هو ده صوتها وهي بتموت. ماشي، شوف بقى الراجل ده ارغي. I knew Toshi since he was a boy. انا عرفت توشي من ايام ما كان صبي. Watched him grow into a leader. شفته هو بينمو الى قائد. He cared deeply for our people. هو اعتنى بالناس بتاعتنا. So many drove him to do terrible things. هو اعتنى بالناس بتاعتنا كويس جدا، و ولما خسر ناس كتير الموضوع ده ادى الى اللي هو يعمل حاجات فظيعه. بس كده؟ طب الباب ده مش هيتفتح؟ ده التوقيت صح؟ ده التوقيت، لازم اضرب في التوقيت. طيب المفروض بقى ايه اللي جاي دلوقتي عندنا؟ المكان ده والمكان ده. فخلينا نروح المكان ده الاول، الجيت واي دي. انا كده مدي لها ظهري بالظبط، يعني فاضيه في ظهري. طبعا ظهري هنا يعني ما ينفعش انط، انا جربت من شويه. هو في الاصوات دي يا جماعه، في اصوات، في حاجه كانت بتتكون حواليا ولا حاجه مش عارف. طب انا المفروض انزل بقى هنا ازاي؟ جراب ذا ليدج. ماشي اهو. ما فيش انط بباراشوت ولا حاجه، كنت انجزنا القصه دي. ماشي، طب ايه اشوفكم هناك يا شباب؟ ها فوق، اروح شمال؟ في شمال؟ لا. ما هذا؟ طب ازاي اعبر هناك؟ طيب وفاة محققة. ده المفروض بقى اعمل له تطهير. ازاي بقى؟ المفروض الاقي حاجة تطهره هنا، المفروض يعني في شيء. المفروض الوردة دي اكيد في سيكريت هنا يا جماعة، عشان اطلع النقطة اللي انا عايز اطلعها. فين بقى؟ This could have been Zaju's workshop. These tools look like the ones he carries. انا نسيت اعمل انتراكت المره اللي فاتت يعني. ماشي وريني. The mask I craft only helps the spirit who has left us. انا عملت الماسك ده عشان يساعد الارواح الضاله اللي سابتنا. واجبة كانت تخلي الناس اللي فضلت. انا خايف، انا مضطر اقول لك ان مسؤولية قائد الفيليج بيبقى اصعب مع مرور الوقت. طب ده نشوف الابجريد اللي عندنا. احنا عندنا 600، عندنا رقم كويس يعني. تعالى ناخد دي، نطور الابجريد ده، بيضرب 6 مع بعض. يس. وده 300، مفيش 300، 220. اوكي، هي enough for upgrade واحد بس. ماشي، ناخد بقى دي.
وديها فين؟ هنا. Let's do this. ماشي. كده كده هتودينا يعني. أيوة. Hunter Path. موسيقى ساسبنس طبعا، وداني فكرة صغيرة عن المكان عامل ازاي. طبعا مكان ضبابي ومزيكا كئيبة، مش هدخلك في مود الكآبة. هو اي نعم الدنيا زرع وصخور وحلوة، بس مزيكا كده والجو كده ليلي. اوه بسرعة 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 بسرعة. الحمد لله ما موتش. انت عايز تديني واحدة كده؟ خد دي من خلالك. ايه ده ليه؟ بس خلاص ورا بعض. برافو، خد دي كمان. انتوا لسه ما خلصتوش؟ خلاص شكرا. ولا في تاني؟ ماشي. وكانت في حاجه كولكتنج هنا، كولكتبل ولا حاجه؟ حاجه فوق هنا في حاجه صغيره هنا. ايه ده؟ انت ليه بتنور كده؟ انت رأيت؟ They seem to depict a more violent nature, glorifying the hunt. هي ما شافتش العلامات دي قبل كده. ايه ده؟ ده خط ليزر مصيادة ولا ايه؟ دي مصيادة ليزر؟ منها كده يعني. اوكي حلو موضوع مصيادة ده. انا عارف انها، حاسس انها مصيادة، بس كنت عايز اخش فيها استكشف ايه اللي هيحصل يعني. لو كان عندنا معرفة كان ممكن نعمل سلاح اللي يخلينا ندافع عن موطننا. الاسلحة دي مخبأة لسبب. ده. طيب تعال نعدي دي، نعدي دي كمان، نجرب بقى نعمل كده، نكسرها كده صح؟ وانا بعدي فيه بيروح مش كده؟ اه اوكي. طيب لازم اتجه في هذا الاتجاه، بس نبحث هنا او هنا. Alright. Okay. المكان ده مش مريح. هو ليه عامل زي متاهة كده؟ أنا جاي من هنا. خلاص انا هتبع حدسي والخريطة، ان شاء الله هنوصل. المفروض على اليمين هنا في حاجة هنا صح؟ المفروض اعرف اعدي بقى ازاي. اعدي من هنا، دي بحيرة حمراء وانا عايز اعدي هناك او هنا. يبقى الوردة دي لازم تتفتح. طب هو مش بيعلم عليا ليه؟
هو يطلع لي اي حاجة يعني، هقف عليه طيب وديها نجرب كده. اوه اوكي فهمت 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 ماشي. اللي بعديها ايوه يا تعالي تعالي انبت الحياة هنا، نقطة الماء المقدسة دي. تعالوا بقى ايه خد اوكي ده لازم اعدي من خلاله كده. ايوه تعالوا كده ايوه يلا بقى روح بقى ايوه بالسلام. انا لازم اعتمد على مجهودي الشخصي. يلا هاتيها بقى. المكان لسه ما بردش ولا ايه؟ لسه ما اتطهرش؟ عجيبة. لا الحاجات دي المفروض طهارة ولا ايه؟ ده مش هينفع يعدي، بس انا اكيد ليها استخدامات اخرى يعني. يعني ده مش هينفع طهارة، وده ما ينفعش طهارة. الحاجات اللي مختلطة بالصخر كده والزرع دي ما فيهاش مجال. وده الصندوق ده انا خدته خلاص. فين الطريق يا جماعة؟ اهو هنا برضو ديد اند، وده فساد لا يمكن ازالته. ده يمكن ازالته بس ده بعيد قوي يعني. لا مش بعيد والله، هو ده قريب جدا. تعال تعال تعال. من هنا من هنا من هنا من هنا يا عم الحاج. اهو اهو شاكرين. ياه دي على قد بالظبط. ايوه باين انها بوس فايت لاند، باين جدا. حلو المنظر، والدنيا بالليل اهي، في نجوم في السماء وبتاع، يعني مش ضباب ومش غيوم مثلا. في واحدة من دول كريستالات دي فوت تتضرب، الاقي واحدة منورة فيهم بقى عشان تقودني للباقي اهي. اللي بعديها فين؟ اهي. واللي بعديها ايوه، واللي بعديها ايه اللفة دي كلها يا جماعة؟ ايه انت بتزودني ليه كده؟ ما تروح على مكان على طول. الله يلا. وما هو البوس فايت القادم؟ انا بطير. ده جيبرز كريبرز دول يا جماعه. Thank you.
رابع مرة ونضيف سريع كده. ايوه بعدي بعدي. ايوه بتهيألي الهيد شوت اي 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 الهيد شوت بتهيألي بتضايقها يا جماعة زي دي كده. بعدي بعدي. ايوه بنت لذينة. انا اخد لايف. خدي دي دي كمان. فين وشك بقى في وشك. ايوه خدي دي. ايوه راحت فين راحت فين. كفايه طيران شراعي بقى. وخد دي عايزه تهجم عليا في الوقت ده في السريع ده. ايوه انا عارف الحركه بتاعتها دي. وشك يلا بسرعة يا ساتر. اللعبة فيها فكرة متكررة يا جماعة ولكن انا شايفها مبدعة وجميلة. يعني حتى التكرار فيها ممتع. يعني انا حاسس مش حاسس بالملل اللي انا هشوف بوس فايت تاني. لا اطلاقا ده بالعكس ده انا متحمس تماما ازاي هيكون شكل البوس فايت اللي جاي. لان كل بوس فايت ليه شخصية وليه ديزاين وليه طريقة وليه كاركتر وليه طريقة مختلفة تتغلب بيها عليه. يعني فدي انا شايفها نقطة تحتسب ايجابية للعبة. وطبعا اعتقد فاضل لي الثيرد ريليك البوس فايت اللي جاي وده هيبقى فيديو جاي ان شاء الله. ما اعرفش هيبقى اخر فيديو في اللعبه ولا هيطلع لي ميشن استثنائيه مثلا اخيره تتعمل قبل ما اخلص اللعبه. ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان واتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده. واشوفكم الفيديو اللي جاي والريليك اللي جاي. طبعا ده الريليك ده اسمه ريليك ديسكفرد هاربون هاربون يعني رمح. انا اكتشفت ريلك اسمه هاربون. فطبعا شوف بقى ريلك التالت بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ومع السلامه.